الأسباب فمن دنيا اليوم بأسد في المعجزة. عباد الله، إن المساخية قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيدا عن النار. وإن البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار. كان الشافعي رحمه الله يقول: تستر بالسخاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، إذا حلت بساحتك المنايا فلا أرض تقيك ولا سماء، فأرض الله واسعة ولكن إذا حل القضاء ذاب الفضاء. ويقول أبو الأسود التبتي: وإذا طلبت إلى كريم الحاجة فلقاؤه يكفيك والتسليم. لأن الشمس مش عبس حتى يرجع كلمة طيبة. وجاءت امرأة إلى الإمام الفقيه الليث بن سعد تطلب كأسا صغيرا، امرأة عجوزة جابت لها كأس صغير وتحب تاخذ فيه شوية عسل. قالت للصحابة: تعرف املكوا لي هذا الكأس عسلا. راها الإمام الليث اشترى: أعطوها زقا ممتلئا، يعني وعاء كبيرا ممتلئا عسلا. أشكروا أصحابه: يا إمام، لقد طلبت كأسا صغيرا. فقال: هي طلبت على قدر حاجتها، ونحن نعطي على قدر نعم الله علينا. إذا يا مؤمن، أمر نعم الرب عليك وأنفق. يقول عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ويقول سبحانه: ولا تيمموا الخبيث من المنفقون، لا تعمد للخبيث وما أوشك على الفساد وما يصلح. تشكي لنا عزيز بتاعك بهذا الشيء السجيدة. احنا عنا عملوا الفضل عنا، احنا كيف نقطع من اولها؟ بنعطيك اللي حاجة تانية من عجزة هذا، ما هي صدقة. ما عشتك بنتي صدقة. ما عشتك الشتاء صدقة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يقول عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منهم تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. الثاني يقول: يا ريت كان نابلا.
كله كله عايز يصلي بينا المغادي. قال يا ريت لو كان كامل لو كانت معناها الخبزه كامل كان ربي يعطيني احسن واحسن. في العيد ثاني جاب مره واحده هو اللي تصدق ولا غير عليه. قال وفيك معناها راني على نفسي. هاي الحمد لله انا مش هيكاد انك ستوقع العيد خذ ثيابك واستقرار. ربي الله بسرعة الفم بتاعه. اش قال؟ قال وصل هذا على بعض الجبه القديمه او بعد التشكيله بتاعك. راسك صار كبير. اشكرك يا ريت لو كان زوج جديد. لن ننال البر حتى تنفقوا مما تحبون. لو كنت مكان الآن ماذا باش تعطيك احسن؟ اذا يقول فلا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان يعلم الفقر ويامر بالفحشاء. طبعا الفحشاء قال بعض اهل العلم والمنذرين معناه البخل لا معناه الفحشاء. الشيطان يعلم بالفقر ويامر بالفحشاء والله يعينكم مغفره منه وفضلا ولا تنفقوا من خير وفى اليكم وشكرك وانتم لا تظلمون. يقول سبحانه وما تنفقوا من خير فان الله به عليم. يقول سبحانه وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. فاذا كنت اخي المؤمن تخاف على ابنائك او تخاف على من بعدك وتريد ان تؤمن حالهم فاتق الله واجعلهم في ضمان الله. الا وصلوا اخواني على خير الانام سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تجينا بها جميع الاوامر والافات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتقضي لنا بها الحاجات وتفرج عنا بها الكروبات يا رب العالمين. اللهم انا نسالك مساله المساكين ونمتحن اليك امتحان الادلاء المؤمنين وندعوك دعاء المستجيبين ان تشرح صدورنا في عهد المعوزين وعباده المنكوبين واحفظنا يا مولانا من بوائق الدهر ومصاب الشياطين يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين واحينا مسلمين والحقنا باهل العفه من الصالحين غير خزايا ولا نادمين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان لا تدعنا في هذه الساعه ذنبا الا غفرته ولا عينا الا